وهي معانا صور لأريحة. فلها ما فيها لا ليس أسوار لها ولا جدران ولا ولا حاجة، جدران ولا أسوار ولا مستوطنات في تمام. ذلك العصر اللي هو كان 13 قرن قبل الميلاد، اللي هو بتاع يشوع ابن نون. تمام. يبقى الكلام ده ملوش أصل طبعا. برضو يعني في النهاية هم بيبنوا، بيحاولوا يبنوا حقائق على أكاذيب ماضية، وقعدوا يزنوا لحد ما ما هيش الناس حقائق، ده تأليف. ما هي دلوقتي عند بعض الناس حقائق، لكن لما ترجع لأصلها بالنسبة لهم انما عشان كده انا بطلب من الناس انها تقرأ. صحيح. بص تلقى يهاجم مش عارف ايه يا عم اقرأ الكلام دول اللي بيقولوا العلماء دول، ما يعني ما هوش اي كلام. اكيد. بس انا الحقيقة بقى احيي إسرائيل فينكلشتاين، وهو عالم اثار واستاذ في تل ابيب يونيفرسيتي، ويهودي وفي مكانه كما هو، مع ان شوف بيعمل ايه في كتابه اللي هو ده. صحيح. ده رجل يستحق التحيه. طب هل في الكتاب برضو انا قريت كده في مقتطفات ان في كلام عن لوط وابنتيه، اتكلم برضو عن الحته ده هي. طبعا القصه التوراتيه ان لوط بعد سدوم وعموره فاخد بناته وطلعوا، كان بنت كبيره وبنت صغيره، فبنات لوط اعتقدوا ان البلد كلها انتهت وما عادش فيه رجاله، فقالوا هيا بنا ناتي بنسل من ابينا. فشربوه لغايه ما فقد الوعي، ونامت معاه البنت الكبيره وجابت منه ولد سموه مؤاب، اللي هم بقوا قبيله كبيره بعد كده وشعب كبير اسمه المؤابيين. وتاني يوم البنت الصغيرة سكرت أبوها وعملت نفس الحكاية، وجابت ولد سمته عمون، اللي هم العمونيين أو العمونيون. سيلبرمان وفينكلشتاين ويقولوا الأصل الحكاية، لو جيت للبحر الميت هتجد على غرب البحر الميت في الشمال، هي الروايه اللي حضرتك قلتها دي عن لوط وبناته، لوط وبناته دي موجوده في العهد القديم، في العهد القديم مكتوبه كده، مكتوبه تمام، ان الراجل انجب من بناته كذا كذا، تمام. يجي بقى فينكلشتاين سيلبرمان قال لك لا، ده البحر الميت كان الغرب بتاعه قبيلة كبيرة قوي قوي اللي هي اسمها يزرعيل أو إسرائيل، وفي الجنوب يهوذا، كانوا الاثنين يعني إلى حد ما متحالفين، إنما كان في خلافات كبيرة بينهم. تمام. على الشاطئ الشرقي من البحر الميت كان المؤابيين في الشمال والعمونيين في الجنوب. كويس.